هدفهم قتل الناس، احنا هدفنا نعاش الناس ونرجعهم لقيد الحياة. كنت بسعف في طفل صغير، الطفل كان مصاب بحالة حرجة، كان بعيد على حدود ما يقارب 70 متر، كان طالع هو مختنق يعني من الغاز. بعد ما سحبنا الطفل وسلمنا للإسعاف أنا كنت بأنسحب شوي شوي، بدي أطلع، فكنت وأنا بنسحب كل خطوة إلي الجب بمشي على هواي، بتختلق عند رجلي، يا إما عند وجهي، عند راسي، عند رجلي. كنت ما يقارب في اللحظة هذه بعيدة عنهم 300 متر بعد طلوعي، فصار إطلاق نار كثيف كثير يعني. لقيت وأنا ماشية 3 إصابات على الأرض. الحين جيت بدي أبدأ أمارس شغلي، لسه يا دوب أنا بنزل الإصابة أجت، بعرفش كيف أجت من وين أجت. شغلي عندي أمل أو نية أرجع أولى طبيعي. أنا قبل الإصابة هذه تصابت براسي، كانت أحمى من إيدي أو بطني، فلما ربنا قومني بالسلامة على رجلي أرجع لمعي بنت. بتمنى الله يعني يشفيني عشان أقدر أقوم بواجباتي يعني البيتية أو اتجاهها أو أمارس حياتي. لسه قدامي مستقبل طويل، عمري 29 سنة. العمل اللي بتعمله وإحنا بنفتخر فيه بشكل كبير جداً، لأنه كإسعافات أولية كبنت حدودية، لكن بنفس الوقت كأنه توب أبيض يستهدف، هذا صعب جداً تلقياته يعني عبرنا إحنا، عبر أي إنسان تاني لو كان لابس التوب الأبيض. التوب الأبيض أنا بعرف حماية دولية.